يقول أيضا كمال حيدري في الدقيقة 30 من برنامجه الأطروحة المهدوية الحلقة الخامسة. بها مدرسة ماذا؟ مدرسة الصحابة. لأن مدرسة الصحابة لما أهملوا نسب المهدي المنتظر وجعلوه عنوانا قابلا للانطباق على كل ماذا؟ على كل شخص، وجدتم أنه نحن على مر التاريخ يوميا نجد في مدرسة الصحابة من يدعي ماذا؟ من يدعي المهدوية. أحسنت. ادعاء المهدوية قلت جدا في مدرسة ماذا؟ أهل البيت. لماذا؟ لأنه عنوانه مشخص، نسبه مشخص، بطاقته الشخصية مشخصة، واضح إلى من ينتمي. هو عندما يذهب إلا أن يريد أن يخدع الناس، بعض البسطاء، وإلا بمجرد الآن يتكلم أنا فلان، هو الناس يعرفون أنه ليس هو فلان. طيب أقول إخواني الكرام، إن دعاء المهدوية كثير جدا عند الشيعة الإمامية، كما أن الإثنى عشرية قالوا أن المهدي هو محمد بن الحسن، فكثير من فرق الإمامية الأخرى قالوا بقول مشابه لقولهم ودعوة مشابهة لدعواهم. وما ذكره الطوسي ونقله المجلس في بحر الأنوار دليل على ذلك، حيث يقول يعني في من ادعى المهدوية من الإمامية، فيهم من قال المهدي من ولد علي فقالوا محمد بن الحنفية، وفيهم من قال من السبئية هو علي لم يمت، وفيهم من قال جعفر بن محمد ولم يمت، وفيهم من قال موسى بن جعفر ولم يمت، وفيهم من قال الحسن بن علي العسكري ولم يمت، وفيهم من قال المهدي وأخوه محمد بن علي وهو حي باقي. المصدر بحر الأنوار للمجلسي الجزء 51 صفحة 210. هنا نجد أن ادعاء الاثنى عشرية من جنس ادعاء فرق الإمامية الأخرى، وأي فرقة تدعي أن مهديهم هو المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجب عليها أن تأتي بالدليل. فكلام كمال حيدري أن ادعاء المهدوية قل عند الاثنى عشرية يكذبه الواقع.